السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. النهاردة يا حبايبي انا جايبة لكم وصفة جميلة جدا. الوصفة دي غير مكلفة خالص، في متابعة من متابعيني طلبت مني وصفة بس تكون غير مكلفة وما يكونش فيها عسل. انا جايبة لك وصفة بسيطة جدا جدا وما فيهاش اي تكلفة خالص. النهاردة هي الوصفة بتاعتنا النهاردة بقشور البطيخ. على فكرة دي قشور بطيخ انا متلجاها في الديب فريزر عندي، انا بعينها عشان الوصفات، يعني اللي عليها ده مش تلج، دي مية من مطرح ما كانت في الديب فريزر عندي. انا بحب احتفظ بكل حاجة، يعني بستخدمها في وصفاتي لان انا كمان بعمل ماسك لنفسي هنا في البيت، بعمل لنفسي يعني انا لو عايزة مثلا اعمل بطيخ وده مش موسم البطيخ، مفيش بطيخ، فهضطر ان انا مش هعرف اعمل بقى لما يطلع البطيخ، لا بعين بقى في الديب فريزر عندي، بشيل كمية كده، عاملة درج مخصص ليا وبحط فيه البطيخ، البرتقال، المشمش، اي حاجة بعمل بيها بستخدمها. بس زي ما بشيل للعصاير وكده وللخزين بتاعي، بشيل برضو للماسكات اللي انا بحب اعملها، حتى لو مش هعملها في الفيديوهات بحب اعملها لنفسي انا، بشيل الحاجات اللي انتوا شايفينها كده وبحافظ عليها يعني في الديب فريزر. طيب عشان ما نطولش على بعض، هنجيب قشور بطيخ زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا لسه في موسم البطيخ، بس انا عشان ما عنديش بطيخ دلوقتي فطلعت طبعا البطيخ علشان اعمل الوصفة لحبيبة قلبي اللي طلبتها مني، قلت اعملها لها بقى واعرفك تستخدمها ازاي ان شاء الله نعرفه مع بعض. هتجيبي قشور بطيخ زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا هتشيلي الجزء الاحمر ده، هتشيليه بالسكينة، وهتشيلي الجزء الاخضر ده، هتبقى معاكي قشرة البطيخة زي دي كده بالشكل ده اهو. هنشيلها من هنا ومن هنا، نشيل القشرة مش عايزينها، القشرة دي احنا مش عايزينها، احنا عايزين اللي بعد ما نقشرها نشيل الاحمر ده ونشيل الاخضر. وهتضربيها في الخلاط بتاعك، يا اما هتضربيها تبشريها في المبشره عشان تبقى حتت صغننه خالص، يا اما تضربيها في الكبه بتاعتك. ادي حاجه بعد ما تضربيها هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا مجهزه الحاجه عشان الفيديو ميبقاش طويل والناس تزعل مننا. شايفين بعد ما طحناها هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب هنستخدمها ازاي بقى؟ تعالي وانا اقول لك هنستخدمها ازاي. طبعا احنا بعد ما طحناها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، انت لو عايزه تضيفي ماء ورد تضيفي ماء ورد، يعني ماء الورد ده اختياري زي ما انت عايزه. ما انتش عايزه ماء ورد ما تضيفيش ماء ورد، هي كده كده هتبقى بتديكي نتائج رائعه وممتازه باذن الله. الوصفه دي يا بنات من الوصفات الجميله جدا اللي بتعمل على تفتيح البشره. اقول لك فوائدها بقى، بتعمل على تفتيح البشره، بتمنع التجاعيد، بتعالج حب الشباب، بتخلي البشره رطبه، وبتعمل شد للبشره. من الماسكات الجميله جدا ماسك البطيخ ده، رائع جدا جدا، وابحثي عنه وهتشوفي من الماسكات الجميله جدا جدا للبشره. برضو بتعمل على ازاله الخطوط اللي بتبقى موجوده حوالين العين وحوالين الفم. وصفات وصفه جميله جدا، بتعالج مشاكل كتير جدا من البشره، تبييض البشره، شد البشره زي ما قلنا، وحب الشباب. حبيبه قلبي طالباها مني عشان حب الشباب. وبرده في واحد من المتابعين طلبها مني اسمه علي، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. دي كانت الوصفه حبايب قلبي، بسيطه وسهله جدا. طريقه استخدامها بقى هتعملي ايه؟ هتجيبي اي قطنه عندك او اي ضماده وهتغمريها كده في الماسك بتاعنا، وهتفرديها على بشرتك بالشكل ده كده، وهتسيبيها لمدة يعني تقريبا 20 دقيقة او ربع ساعة، هتسيبيها على بشرتك كده. وبعد ربع ساعة طبعا هتشيليها. طبعا قبل ما تحطي الماسك هتغسلي بشرتك بمية دافية زي ما اتفقنا، وبعد ما تشيل الماسك بتاعنا هتغسليه بالمية الباردة وتمرري قطع مكعبات على بشرتك علشان تقفلي المسام اللي احنا فتحناها. دي كانت وصفة حبايب قلبي، وصفة سهلة جدا جدا وغير مكلفة خالص، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. طبعا اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة اللي ما اشتركش في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. واي وصفات تحبوا تشوفوها على قناتي اكتبوها لي في الكومنتات وان شاء الله هعملها لكم. وكانت معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي.